يا عم راسي استني انا مش جاي. أيوة. طب ليه بتقول المعي يا حبيبتي؟ وانا زعلتك ده انا جيت لك واقف جنبي اهو. طب ليه بتقول المعي؟ طب ليه بتقول المعي؟ ايه بتقول المعي؟ برجوله ايه رايك؟ انت اللي كاتب الكلام ده عني؟ علمني انت بليغ حمدي يا ان يا عم. وانا مش هقول لك عمود عشان انت زميلي. 500 بس. يعني في الكلمتين يعني انا هاخد منك الكلام وادفع فلوس كمان عني ليه؟ انت جايب اغنيه لحماقي فيا سوسته. ما تكح ولا تتنحنح ولا تعمل لك اي حاجه يا جدع. وكح ليه وانا ما عنديش كح؟ انا بس مش مصدق نفسي. قلت اجي اسالك انت يعني. انت رحت المحامي رحمه؟ رحتي؟ حد من المكتب قال لي انك رحت المحامي. هتخلع بنعسه؟ رحت يا اخويا ورجعت ايد ورا وايد قدام. ليه بس؟ المحامي عايز 15,000 جنيه يا سوسته. 15,000 جنيه ليه؟ هتشتري المكتب بتاعه؟ ما يا اما كده يا اما اقعد على حجره. تقعد على حجر مين؟ ده ابن كلب قوي بقى. كل الرجاله ولاد كلب يا سوسته. حتى انا رحمه؟ انت لا رحمه، كلك اسوء. يعني انا ابن كلب عشان بحبك؟ اه تديك قهوة. ماشي يا رحمة. على العموم بقى انا هجيب ال 15,000 جنيه منين؟ الله اعلم، بس هجيبهم عشان تعرفي ان وراكي سوسته. علمني حبك ان اتصرف كالصبيان، ان ارسم وجهك بالطباشير على الحيطان. طول عمري واخد عشاقة وحياتي حرب، قلبت حزني بمعلقة وشربت شرب. الكرسي ده محجوز يا بيه، الحزن جاي يقعد عليه. يا دنيا عايزة مني ايه؟ دي كناش بعت فيها ضرب 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 فيها 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 ضرب 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 ضرب. عندك واحد معافر في الدنيا وصلحه، ده زهر معاه بيلعب ولا شيء بيفرحه. ايام سكرها بره احسن على ميه بيضة، عمال من الدنيا بجري والهم شايفني سيدا. الدنيا زي السيرك كل ماشي فيها على الحبال، اللي واخد رزقه صحه واللي واخد رزقه مال، واللي واخد مال وصحه بس مش واخد عيال، كل واخد كل حاجه بس ما بيقطع له بال. يا فاشل. ماشي يا ناجح. هعيد من الاول يا عم. ايه وانا مالي الايه بتاعتي النهارده؟ عشان انت فصلتني يا عم. السلام عليكم. ايه ده؟ يا نجم يا نجم يا عم الكوكب. ايه يا ابن المجنونه؟ فيها فيلو. ايه ده يا نجوميه؟ انا قلت برضو انك هتتغر علينا. غر عليكوا على ايه؟ فيها فيلو. انت مبقاش ملك؟ مبقاش مانا. مبقاش ما فيلو ده كل يوم. ده تعمل نمره على مين؟ على سوسته. سوسته لا يا فيلو. سوسته لا. عشان ما نقولكش يا فيلو. خلاص يا عم اهو. صبح يا نجم. اهو انت اللي نجم يا ابن النجم. حلو كده؟ وفي يا جدعان على الصبح؟ في ايه النهارده؟ مبروك يا ابو النجوميه، مبروك يا عمنا. ماشي يا ابن المبرشمه. في ايه يا جدعان؟ ياما انت بالزغراتي بقى فلشتر. انت اول مره اشوفك بالزغرات. بقيت ترنج يا واد. بقيت ايه؟ ترنج. ده انا كان نفسي ابقى قميص وبنطلون. في ايه ياما انت مبرشمه العفيلو؟ الفيديو بتاعك مكسر الدنيا وبيتعرض في التلفزيون. الفيديو في التلفزيون؟ التلفزيون الاغنيه؟ مش قادر يا عمي. كده انا حاولت بس اتزاول. وقفت في طريق وانا عادي كمل. عمري في حياتي انا ما اتنزل. روحي والمكان يجيب مليون جنيه. في اول العلاقه اتفقلت انا، وقعت في مشاكل واتعاملت انا. كبت عليا مثلت انا، كبت عليا كنسلت انا. لا اذهبي 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 علشان انا غبي. بالعربي وبالاجنبي ما بقتش معاك انا هبيب.